السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي يا حبايبي نقدر نشغل اي كاسيت او اي جهاز صوتي قديم لا يدعم الفلاشات ولا يدعم الكابل الواحد في واحد ولا يدعم البلوتوث؟ ازاي نقدر نشغله بلوتوث بكل سهولة؟ وده هيبقى ان شاء الله باذن الله يعني حلقة شاملة لموضوع سماعة البلوتوث وتعديل سماعة البلوتوث انها تشتغل على اي جهاز صوتي، وبالنسبة لكاسيت السيارة القديم، كاسيت السيارة القديم اللي مش موجود فيه اي مخارج غير شريط الكاسيت وغير جهاز الاف ام فقط لا غير. احنا هنعدله دلوقتي وهنخرج لك منه مخرج بحيث تقدر تركب السوكت بتاع الواحد في واحد او تركب السوكت بتاع الكابل الاثنين في واحد اللي موجود في السوق. لو انت حابب تشتغل كده برضو هنخرج لك منه سوكت كمان تقدر تركب فيه كابل زي كده وتشغل الصوت. طيب يبقى معانا ده معانا وده معانا، وهنقدر نوصل عليه سماعة البلوتوث بكل سهولة. الفيديو يبقى شامل وكل حاجة انت محتاجها يا حبيبي، كل الناس كتبت في التعليقات بإذن الله، حبايبنا واخواتنا اللي بيعملوا لايك والناس اللي بتشجعنا بإذن الله احنا مش ناسيينكم وهنعمل لكم كل طلباتكم بإذن الله. يبقى هنحتاج طبعا عايزين نوصل، تقدر تجيب القطعة دي، تقدر تجيب السوكت ده. انا ركبت كده لقيت ان السوكت ده يا حبايبي ان الطرف الموجب اللي هو الاصفر، الطرف الموجب اللي هو الاصفر ده قست هنا بالاف ولقيته هو الطرف ده، لقيته هو الطرف ده، وقست الارضي لقيته هو الطرف الثاني اللي قدام حضراتكم ده. يبقى انا دلوقتي هشتغل على الطرف الموجب والطرف السالب، ده الارضي وده الموجب. الموجب بيمثل مين؟ بيمثل الفرده الصفراء. طيب يمثل مين هنا حضرتك في السوكت؟ بيمثل الطرف اللي في الاول ده الموجب، والارضي اللي هو في الاسفل، واللي في النص برضو بيبقى ارضي. بس خلينا نشتغل على الطرفين عشان ما نتوهش اخواتنا وحبايبنا. يبقى احنا هنحتاج الطرفين دول، هنحتاج الطرفين دول ان شاء الله، وهنوصلهم على سماعه البلوتوث، وهنخرج لك سوكت. هنقص دي كده، هنقدر نقص بقى السوكت ده كده، هنقص دي كده يا حبايبي ودي كده، وهنثبتها لك في مقدمه الكاسيت وليكن مثلا في المكان ده، وهنقدر نوصل لك كل المجموعه دي. بس مبدئيا هنقدر نقول لك طبعا انت حددت الطرف ده الموجب وده الارض ده السالب، بيمثلوا نفس الطرفين. طب اجيب الوصله دي منين يا استاذ محمد؟ موجوده في السوق، تقدر تروح لاي حد تقول له هات وصله ايه واحد في واحد. طيب بتبقى موجوده برضو كذلك الامر في السماعات اللي زي دي، السماعات الصغيره دي هتلاقيها فيها تقدر تجيبها وتقص الوصله زي ما احنا قصينا دي بالظبط كده، تقدر تقصها وتقدر تستخدمها زي ما انت عايز. انت مش هتحتاجها في اي حاجه، انت هتحتاج كابل واحد في واحد بس. اكتر حاجه هتحتاجها وتقدر تجيبها من الخرده او من اي جهاز قديم هو السوكت اللي موجود ده. تقدر تشتري جديد؟ موجود جديد؟ موجود جديد، انا هثبته لك في مقدمه الكاسيت علشان تقدر توصل فيه الواحد في واحد وتشغل اي موبايل، مش شرط يبقى حديث، ممكن تجيب موبايل قديم زي كده وتقدر تشغله بكل سهوله. وتقدر كذلك الامر نشغل البلوتوث عليه، وده الاهم، هو الاهم بالنسبه للمشاهدين موضوع البلوتوث. يبقى هنقدر نقول لك بقى علشان ما نتوهش اخواتنا وحبايبنا، هقول لك تفك بقى السماعه البلوتوث وتعدلها ازاي. هتفك كده يا حبيبي، هتفك السماعه البلوتوث زي ما انا بوريك كده دلوقتي. هتلاقي في عندك فردتين، في عندك فردتين جوه موجب وسالب. شايف الفرده الحمراء بتمثل الموجب والسمراء بتمثل السالب. يبقى انا هفك بقى كده يا حبايبي، خليك معايا لما افك بالمكوه الازير، هفكها بالازير وان شاء الله باذن الله هقدر اوصلها لك بكل سهوله. تمام كده زي الفل، زي الفل. طب هتعمل ايه بقى بعد كده يا استاذ محمد؟ هنجيب بقى سوكت زي كده يا حبايبي، وهناخد الطرف الموجب مع الطرف السالب، وهنجيب كذلك الامر السوكت ده يا حبايبي كمان، هيبقى الاثنين مدمجين مع بعض. هنجيب الطرف ده كمان علشان يبقى معايا بلوتوث متعدد الوظائف. يبقى انا ما فيش عندي مشكله، هقدر اشغل على شاشه العرض من خلال دي، وعلى التلفزيونات القديمه من خلال الكابل الايه اللي قدامك ده، الجاك ده. وهتقدر تشغل على اي كاسيت موجود فيه، طبعا لو الكاسيت بتاع السياره بتاعك حديث هتقدر توصل من خلال دي برضو على قطعه البلوتوث، على قطعه البلوتوث. يبقى انا هعمل ايه يا حبايبي؟ هقص ده وهاخد الموجب مع الموجب، هاخد الموجب مع الموجب، الاصفر مع الاحمر والاسمر مع الاسمر. تمام، هعمل ايه بقى يا استاذ محمد بعد كده؟ هنثبت هنا يا حبيبي في مين؟ في الاحمر في الاحمر والاسمر في الاسمر. يبقى انا كده ما خليتكش ايه تفك بقى دي وتحير نفسك وتقول انا محتار فيه. تمام، لو انت حابب تفك بقى وتدخل ده وتلحم في البورده جوه
مفيش مانع، هتلاقي البورد عندك زي دي كده بالظبط، هتلاقيها زي دي كده بالظبط، هتلاقي عندك فيها موجب وفيها سالب، لازم الموجب على الموجب والسالب على السالب. طيب اقفل دي وارجع لك بسرعه. طبعا يا حبايبي بعد ما لحمنا الاطراف، الموجب في الموجب والسالب في السالب، وزي ما احنا اتفقنا الشكل زي ما انت شايف قدرنا بقى طبعا هنا حطينا طبعا ايه شمع او اي حاجه تلحمها بحيث تبقى ثابته ويبقى شكلها كويس. طيب نقول ايه بقى هنا يا حبايبي؟ الموجب هنا بيمثل الطرف ده، والموجب هنا بيمثل الطرف اللي في الاول، السالب بيمثل الجزء الخارجي للجاك، السالب هنا بيمثل الطرف ده. طيب جبنا القطعه دي عشان نقدر نوصلها هنا على الكاسيت او نوصلها في اي جهاز ما بيدعمش البلوتوث. طيب علشان نوصل دي كده في دي، تمام، لازم نعرف ان الطرف السالب فين والموجب فين. طبعا احنا قسنا بالافو اتضح ان ده الموجب وده السالب الارضي، طبعا قسنا عرفنا ان ده، جبنا كابل وصله زي كده، وصله زي كده مقطوعه، وقدرنا نوصل كده ونقيس الاطراف. لما قسنا بالافو، لما قسنا بالافو حددنا الاطراف الموجب فين والسالب فين. طب هنعمل ايه بعد كده يا استاذ محمد؟ كده خلاص دور دي خلاص كده ايه هتشتغل دلوقتي، بس اقول لك بقى نعمل ايه اللي هيشغل. طيب وجبنا قطعه طبعا فيديو او ايديو، قطعه ايديو زي كده علشان نقدر نشتغل من خلال. هنيجي يا حبايبي زي ما انتم شايفين هتوصل دي كده هتشتغل معاك زي الفل، تمام. يبقى عايزين نخرج بقى الموجب اللي بيمثل ده والسالب اللي بيمثل جسم الجاك. طيب خرجنا طرف موجب وخرجنا طرف سالب، طب هيروحوا على فين؟ هناخدهم بقى على القطعه دي، هنعديهم الاول على القطعه دي، هنديهم هنا زي كوبري كده هيوصل هنا على الموجب والسالب. طب وبعد كده هيروحوا فين يا استاذ محمد؟ اقول لك يروحوا فين يا حبيبي. بعد كده يا حبيب قلبي هيدخلوا على مدخل الاون بتاع الصوت، على اي سي الصوت اللي موجود في كاسه السياره القديم او موجود في اي جهاز عندك لا يدعم البلوتوث ولا يدعم الهاتف المحمول. طيب يبقى هنفك بقى، نلحم دي كده زي ما قلنا، الموجب على الموجب والسالب على السالب، وندخل بقى هنا يا حبيبي. تركز معايا شويه علشان ما اخدش وقتك واضيع وقتك على الفاضي. دلوقتي فككنا الكاسيت زي ما انت شايف، وطبعا وصلنا عليه خط ال 12 فولت وادينا له امر تشغيل، وطبعا علينا على الاخر، طبعا علينا الصوت على الاخر زي ما انت شايف وزي ما حضرتك سامع. جبنا سماعه وصلناها على خط السماعات، طبعا اطراف السماعات كتير هنا في اربع اطراف كل طرفين رايحين لسماعه، اي كاسيت سياره هتلاقي فيه المخارج دي. طيب بعد ما علينا كده عايزين نحدد فين يا استاذ محمد الطرف اللي هنقدر نلحم عليه السوكت بتاع اللي احنا خرجناه للكاسيت. طيب زي ما انت شايف خدنا الموجب على الموجب والسالب على السالب بتاع السوكت، علشان لما نيجي نوصل اي حاجه هنوصلها بكل سهوله زي ما انت شايف، تمام يا حبايبي. طيب مبدئيا انا عشان اجرب لك، علشان اجرب لك واقول لك تحدد طرف الصوت فين، لو حضرتك مش فني ولا عندك اي فكره تقدر تحدد اطراف الصوت، بس لازم تجرب على هاتف يكون مثلا ايه، علشان لو حصل فيه اي مشكله لو انت ما عندكش درايه ما تبوظش الهاتف او تبوظ حاجه فيه. هنوصل السوكت ده كده في الهاتف وهنشغل اي حاجه صوتيه. طبعا كده جهزنا حاجه هنشغلها، جهزنا اغنيه اللي هنشغلها علشان نجرب نوصل الاطراف ونستخرج الاطراف اللي هنوصل عليها المجموعه بتاعتنا. طيب في عندي طرف، في عندي طرف موجب وطرف سالب. الطرف السالب نخفض الصوت شويه عشان ايه الناس تبقى سامعه. الطرف السالب يا حبايبي، الطرف السالب في المجموعه دي هيبقى على الارضي، الارضي بتاع الكاسيت، على جسم الكاسيت في اي مكان ارضي. والطرف الموجب ده هيروح على نقطه التكبير بتاعه الصوت، على رجل الاي سي بتاع الصوت، على الاون، على الدخول. انا مش فني يا استاذ محمد وما عنديش فكره، انا مش عارف اعمل ايه. هقول لك تعمل ايه يا حبيبي، تعلي صوت الكاسيت على الاخر كده وتبدا بايد حضرتك تبدا تلف على الرجول، ما تخافش مفيش اي كهرباء هنا، كل الفولتيه اللي موجوده 12 فولت مش هتكهربا، وتبدا تلف كده 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 على رجول الاي سيهات. طبعا في هنا اي سي هعمل كده، سامع الصوت ده بقى؟ الصوت بقى ده يا حبيبي هو الطرف الموجب، سواء لقيته هنا سواء لقيته هنا سواء لقيته في اي نقطة اهو تقدر توصل عليه طالما واخد مدخل على اي سي الصوت. يبقى عرفنا كده. طب تمام، طب يلا نجرب يا استاذ محمد، يلا نجرب يا حبايبي. طيب نشغل بقى ايه اي حاجة كده نشغل ونبدأ نوصل الارض على الارضي ونشوف النقطة اللي احنا قلنا عليها. بسم الله الرحمن الرحيم، هوصل في النقطة
تمام يا حبايبي كده الصوت شغال زي الفل. كده نقطة التكبير وصلنا للنقطة اللي هنشتغل عليها يا حبايبي. تمام تمام اهو مجرد ما فصلت اهو تمام كده يبقى احنا عرفنا كده احنا عرفنا النقطة فين اللي هنوصل عليها. هوصل بقى المجموعة دي يا حبايبي، هوصل لك المجموعة دي واقفل بسرعة علشان ما ضيعش وقت اخواتي والناس اللي بتزعل من طول مدة الفيديو، انا بعتذر لهم وياريت اخواتي وحبايبي يعملوا لايك عشان نقدر نستمر. حبايبي قفلنا الكاسيت بالشكل اللي انتوا شايفينه وقدرنا نثبت القطعة بتاعة الجاك الاحمر ونثبت السوكت بتاع الكابل واحد في واحد زي ما انتوا شايفين في الكاسيت. طيب ربطنا الهاتف على قطعة البلوتوث وهنشغل بسم الله وهنشغل ونشوف الصوت عامل ازاي. تمام تمام يا حبايبي. طيب لو انا مشغل وهنقل على الوصله الثانيه، هخلع كده وانقل الوصله الثانيه، نركب السوكت الثاني بسم الله. زي الفل زي الفل يا حبايبي. يا ريت اخواتي وحبايبي ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناه علشان نقدر نستمر، وباذن الله انتظرونا في فيديو جديد ومعلومه جديده في قناه ابداعات محمد الصفطاوي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.